ده بالهزيمة النهاردة. هو عايز اقول مستر لاسارتي لازم يعيد تفكيره في اداره كل المباريات. كل مباراه لازم تدار بشكل مختلف عن المباراه الثانيه، حتى بالتشكيل، بالتغييرات، بالمهام اللي موجوده عند اللعيبه. اسلام، مش كل مباراه تنفع وكل المهام يعني تبقى عند كل اللعيبه زي في كل مباراه هي، لازم يبقى في تنوع وفي تغيير، وده وضع المفروض يكون طبيعي. مش كل تثبيت التشكيل مطلوب، بس في بعض الاحيان بتغير في التشكيل على حسب المباراه اللي موجوده قدامك. النهارده بلعب بيراميدز، هلعبه بطريقه وتشكيل مختلف. لعيب واحد في فرقه بيفرق كتير جدا جدا جدا. مهام زياده يا كابتن او مهام اقل للعيب موجود في مباراه تفرق كتير جدا مع فرقه. النهارده انا كنت اتمنى النهارده حسين الشحات ورمضان صبحي يبقى كنا بنلعب بثلاثه سترايكرز يا كابتن، مش ثلاثه تحتيهم او اثنين تحت الفرود زي ما احنا فاتحين دايما اللعب. يعني كون ان انت تبقى فاتح اللعب يا اسلام كده على طول على طرف الملعب، بتلعب اثنين فاتحين على طرف الملعب، استحاله تعرف تسجل اهداف. زمان اسامه قال نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان الثلاثه اللي موجودين تحت الفرود طول ما هم ما بيسجلوش اهداف انت المحصله صفر. حتى لو الفرقه، انا في بعض الاوقات الاسترايكر اللي موجود في الطريقه دي يا اسامه ممكن ما يسجلش اهداف، ممكن ما يبقاش هو ده الهداف بتاعي، لكن ممكن يبقى الاثنين اللي تحت رمضان والشحات هم دول اللي بيسجلوا اهداف. رمضان والشحات النهارده، يمكن رمضان شوط على الجول، الشحات زيرو شوط على الجول النهارده، زيرو، ما فيش شوط على الجول النهارده تقريبا على ما اتذكر، او شوطه مؤثره النهارده مفيش محاولات. فالاثنين اللي بيلعبوا تحت الفرد يا اسلام ممكن يبقوا هم هدافين الدوري، مش الفرد اللي موجود في طريقه 4-3-2-1 او 4-2-3-1 اللي بيلعبها النادي الاهلي. عشان كده بقول لك لازم مستر لاسارتي يغير في المهام الموجوده عند اللعيب. خط دفاع النادي الاهلي لازم يعاد حساباته من اول وجديد. النهارده يا جماعه كل الكرات اللي بتروح على النادي الاهلي كلها فيها خطوره، كل الكرات اللي بتلعب من ورا علي معلول كلها فيها خطوره كبيره جدا. الكرات العرضيه كلها مش لصالح النادي الاهلي. النهارده في 3 4 كور عرضيه يا كابتن كان ممكن يسجلوا اهداف واحنا قاعد واحنا بنتفرج يا اسلام. 3 4 كور احمد علي بيطلع بيحط بدماغه لوحده خالص، ما معهوش حد. التمركز الجيد والمراقبه الجيده، وزي ما قال اسلام البوزيشن، وانت لعبت يا اسلام في الحته بتاعه السنتر باك دي، عارف ان المكان ده حساس جدا، حساس جدا. المراقبه ممكن ما تكونش طويل يا اسلام يا اسامه، ممكن ما تكونش لعيب طويل، بس يكون عندك جامب عالي جدا، تكون تركيزك عالي جدا، تكون عندك سرعه، تكون عندك قوه. تمام. تحضير الهجمه يا اسلام يكون جيد. النادي الاهلي النهارده كارثه في عدم تحضير الهجمه للاسف الشديد. كابتن اسامه،